صباح النور عليكم، نتمنى تكونوا بخير وصحة جيدة. هاد النهار يا ربي أول مرة نشوفها شاعلة بزاف، مازال قالوا عاود ثاني من بعد يومين غتشعل أكثر. إيوا حنا خارجين غنخليكم معانا، مابقاوش في الدار ملي كاينة حرارة بزاف، نبدلو الجو شوية، خليكم معانا وفرجة تكون ممتعة. طيبنا داكشي اللي قسم الله، حنا خارجين، يلا خليكم معانا. تشاو تشاو. كون شينتري مع السوقان هنا كيف ما تشوفوا معنا. كنا غاديين تلاقينا مع مديحة وحسنا بيام غاديين معاهم الفيرما، خلينا الطوموبيل ديالنا مشينا معاهم في الطوموبيل ديالهم باش غادي نمشيو معاهم الفيرما، غادي نديرو دورة. الفيرما كبيرة ما شاء الله، كل شيء كاين فيها، وغادي نشاركو معكم كل شيء. بدلنا واحد النهار زوين مع الدخلة هنا مع ديال الباب، غادي نلقاو الحيوانات هما الأولين. الروح ديال جاكومو هما هادو. هنا كيف ما تشوفوا جاكومو ما كيخافش من الحيوانات، لا كلاب لا مشاش لا حتى حاجه، ما تيخاف منها، كلشي هو تيكاريتيهم وتيحط عليهم يديه، كلشي تيقول لك راه هما خلق ديال الله. انا كنخاف منه معاه، كنشوفهم بدا نترعد. هادو ديال الصيد، هاد الكلاب هادو كلبات ديال الصيد هنايا دايرينهم تيصيدوا بهم، و حتى هما شاد معاهم. شوف هذيك حتى هي مسكينه بغاتو يقيسها، شو كتدير تتنقز موراه. قلت لي شوف راه هي كتعيط لك هذيك، راه هو رجع عندها صافي. حيدنا دابا الحيوانات هما الاولين نشوفوهم، وغادي نشدو دابا الطريق للبرتقال والحامض والبومبي الموس، وما شاء الله عرفتوا شحال راه كميه كثير، اللهم زيد وبارك. عندهم الخير هنايا بوجود. قالت لك غادي نتمشاو واحد شويه، الا كنتو تقدروا تمشاو. قلت لها انا غير نقدروا نمشاو. جاكم راكم صافي يتسراها كامله، غير ما تكملوا على نهار هو يمشي فيها ما عندوش مشكل. لا غادي نزيدو غا شويه وصافي، لان الحال سخون باش نبقاو ندورو فيها بزاف. المهم جينا لهنايا، ها نتوما شاف الجاكوم والبرتقال، ها هو جبد الخنيشه ديالو بغا يبدا يجني. قال لي ناسي الحاج، قال لك خليه راه غادي نصيفط لاساس غادي يجمع ليه. قال لك راه هو الحلاوه ديالو هو انه يقلعو بيدو، هذاك هو اللي الزوين عنده، هو تيتمتع وتيفرح الا قلعو بيدو بحال ما عرفتش شنو دار. ايوا قال لي صافي الا كان بغا هو هكاك خليه يقلع هو داكشي اللي بغا بيدو، حتى تيجيب ليه عاوتاني هذاك السيد اللي مقابل ليهم الفيرما. ايوا قلت ليه الله يعطيك الخير. الرائحة يا سلام، ما كاينش ما بحال تحيدي من الشجره وتاكلي. جاكم ما تقرطش العراش، نص باكاري راه يا اخي انا فيها. يلا اختي صافي صافي جو دوري زيمي كوا بيركي كريانو كويستا. هكا مباشره من غير التلفازه، كنشوفها في التلفازه كنشوف الشجر ديالها. باركونه جو جراند انت كتخرج كبيره انت كتكبر. في جراند دابا غادي كتكبر من هنا كتشهر. فتهربوا ما جاكم. خليه يضرب راسه دابا. لا هيلا ها صغيرين ها هاي بيكولي سونو كوا غاردا ديسترا كوا دابا شي تيسمع شي تيزري كل شيء غادي يهرب. اه ادي معاك دي معاك والله الا كوني مشيت ندي. لا الرفق بالحيوان هو. هنا كيف ما شفتوا معنا شفنا الشجره ديال لافوكا، وجينا لهنايا ما عمري شفت لافوكا. قلت لهم اول مره كنشوفها الشجره هكا، يعني دايره الفروي. كاينه عندي انا نايضه في ايطاليا ولكن ما عنديش دايره الفروي، ما عمري شفت الفروي نايض فيها غير في التلفازه ولا في هكا شي مواقع التواصل ولا شي حاجه. جاكم متابع الغنم، هذوك الحواله ديال العيد ديال مالين الفيرما ديال العيد ديالهم. قال لي ناس الحاج ديالو هو وولادو وكاع داكشي باش كيعيدو تيربيوهم هما هنايا، تيبقاو كاسبينهم ايوا تيقرب العيد وتيهزوه. وهنا كاين الموتور ديال الماء. سي الحاج تيوري لجاكومو كلشي، تيقول ليه مسكين اجي تشوف هنا اجي تشوف هنا،
تيوري ليه كلشي، تيشوف الفرق قال لي بين بلادكم وبلادنا وهاش عندنا وداكشي، تيشرح ليه. المهم هنا عندهم الموطور ديال الماء دايرينو هنايا مزيان، هو اللي كينفع وكيبقى يسقي وداكشي. انا سينو هاد العام راه الجفاف في المغرب، الله يحضر السلامه، كان الماء قليل بزاف. صافي هنا جاكم غيغسل يديه باش غيمشي يحلب. اش هاك كلاب هاك واش سي برونتو سون الدكتور قال لك انا طبيب انا واجد. كاغا بنا هادي تيجي ودخل عندهم هذا قبل ولا بيانكا اه شو زويني ان شاء الله دابا حرا زاد ها ايكو اوكي نونو ديتو بسم الله نونو شيو برافو. قال لك ما قلتش في الاول ما خرجش، ها قلتها وخرج. سبحان الله سبحان الله. الو تبارك الله كنا عارفين الحليب تاع الماز ولا رومونديال. كنت عارف شحال في هذاك الكاس اخويا؟ لا باقي خليها شحال فيه شيطرو هذاك؟ هذا شي جيطرو جوج جيطرو دوي ليتر جاكم لي ما يدير ليه والو؟ زوين زوين طبيعي طبيعي بونيسيمو تبارك الله خمسة يطرا. ماتي لو يشي نولا ماكينة الومبرا ماتي لو كوا ها؟ هنا في الظل. مشينا جلسنا ارتاحينا شوية وعاد جينا باش بغينا نمشيو، لقينا داك السيد عاود تاني جاب لينا الحليب 10 يطرا اخرين في هذيك البوديزة، وهذه 5 لتر اخرى ديال اللبن، اللبن ديال الماعز النيت ناخذو ديجا عنده. احنا كان السي الحاج قال لي قطعوا هذه من هنا باش ما يغلطش لكم اللبن، ها هو اللبن مع الحليب، قال لك الحليب يبقى باين، هو هذيك البوديزه بحال بحال راهو ما حليب. جينا من الفيرما باقيين صهدانين. جاكمو نيشان كيحط في سميتو البرتقال هنايا، ها هو كيغسل فيه باش غادي يعصرو ويديرو واحد شويه عاد الثلاجه اشويه، حنا كنشربو بحراره المطبخ ما نبغيوش داكشي يكون بارد. شوفو لا بيلا شبريموتينا اه قال لك خاصني واحد فيتامين سي فيتامين سي جي دورونج تي ميتا بوست غادي يوصل واحد تما، وانا غادي نوري لكم هالحليب ديال الماعز اللي حلبت جاكم وهو داك السيد الله يبارك فيه. ها الزبيده ديال الماعز هي علاش دايرين كاع هاد الروينه على هاد الزبيده هادي هكا، انتوا شوفوا معايا فوالا شتو الزبده ديال الماعز تبارك الله كي دايره، هذه اللي جبنا معانا، ولكن هذا الشيء هذا الخنشات هي ديال الليمون هذا غادي نخليوه يروب، هذا الحليب ديال الماعز خاصو يروب، هذا وهذا هذا راه البن شتو ها هو هذا راه البن، فهادو غنخليهم يروبوا باش الله نوري لكم كلشي. الحليب ديال الماعز تقولوا عرب شوفوا كي ولا ما شاء الله، شوفوا معايا حليب ديال الماعز راب، كانوا عندي الضياف ما ساليتش باش نديرو باش نصور معكم كل شيء. المهم خليته تراب غراب وانا نديرو هنايا مباشره في هاد الشيفونه هادي هكا رقيقه بزاف باش تخرج ليا غير الماء. شوفوا كيفاش دارت عبيتو الليل كله، غادي نهز دابا منو من هنايا شوفوا ما شاء الله. غنوضع في هاد الشبيكه هادي بغيت باش نفطرو دابا، يلا نايضه وغنخليه هنا يتسقطر، ندخلو دابا للثلاجه بيتو خارج الثلاجه، دابا غادي ندخلو للثلاجه وغادي نخليه فيها واحد تقلاه بشي حاجه ونخليه فيها. شوفوا ما شاء الله شحال عطاني هاد الشيء، يمكن راه 15 لتر نايلقى عرفتو، راه الجبن ديال الماعز راه شي حاجه، وكاين اللبن حتى هو باش غنفطر اليوم كلشي ماعز. غندير الجبن واللبن ديال الماعز بجوج بهم رائع رائع بزاف. ايوا الجبن ديال الماعز ها هو تشوفو معايا، غادي ندير ليه دابا شويه ديال زيت الزيتون، نهزو غير من هنا من هاد الطاجين نوضع عليه هكا تيجي رائع مع زيت الزيتون تيجي زوين بزاف، وغندير ليه شويه ديال الأوريغانو الفوق الزعتر يجي بيه تا هو زوين. اللبن ها هو ليا أنا جاكم راه كيعصر في البرتقال، فيتامين سي بودرة أتاي اللي بغا أتاي من بعد، والجبن راه كيجي رائع سخنت هاد الخبيز تا هو حامي تيفور. وغادي نفطرو دابا بسم الله، شوفو معايا تيجي شحال كريمي وزوين.
بسم الله. هنا غنوري لكم الجبن، خليته لغد لي عاوتاني، هزينا البارح فطرنا منه، اليوم عاوتاني الصباح الاخر خليته في الثلاجه ومغطي به هذوك القريعات. انتم شوفوا معايا نصها فوس كلشي، واو شوفوا شوفوا ما شاء الله. غنحاول نخويه هنايا حتمه، وفي الحقيقة هو طولي ميلا كيف تجاكم هو ما تدري تمينتين الباسوري حقيقة زوين مزوق هنايا هكا بنت لي بلا فورما. ايه عجبتني الفورما ديال الشبيكة وديال الزواقة ديال هاد التوب هذا فوالا. ابري سم ديزينيو دالا ستوفا مالو هاي ما شاء الله غادي نقطعو دابا بسم الله. منين الاعجاب ديالكم هذا الفيديو شجعتكم القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله ما تنسوش لايك وبارطاج. مع السلامه. شوفوا شحال زوين هنايا.